السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده البلان اوف ورك تبع الـ RIBA. البلان هو مقسمها لسبع مراحل. الزيرو اللي هو الاستراتيجيك ديفينيشن، هنعرف الشغل ازاي وكده، وبنشوف الكلاينت عايز ايه. ورقم 1 البريبيرنج، بنحضر وبنعمل بروجكت بريف. الرقم 2 بنعمل كونسبت ديزاين. رقم 3 بنعمل الكوردينيشن. والفور تكنيكال ديزاين. بعد كده 5 اللي هو الكونستراكشن. 6 الهاند اوفر. 7 اليوز او الاستخدام او الفاسيلتي مانجمنت. وكل واحده من دول بيبقى فيه كور تاسك، مهام معينه بنركز عليها. طيب بعد كده بنلاقي في حاجه بقى مهمه قوي، ان الاختلافات من دوله لدوله. يعني الار اي بي بيقسمها لبري ديزاين واللي هي مرحله 01، والديزاين اللي هو 2 و 3 و 4، والكونستراكشن 5، والهاند اوفر 6، والفاسيلتي مانجمنت 7، وما عندناش اند اوف لايف. بينما اند اوف لايف دي متعرف مثلا في الاوروب، وهتلاقي الاي اي اي ما بتستعملش البري ديزاين، تمام، بتغير بعض الاسامي وهكذا. فبتلاقي في اختلافات في اسبانيا مثلا، في بعض الاختلافات وفي بعض المراحل ما بتستخدمهاش او مش متعرف عليها. بس ده مش معنى كده ان اسلوب الشغل مختلف تماما، لكن هي تعريفات واختصارات وحاجات كده. لذلك في بعض المشاريع مثلا يروح قايل لك ايه، احنا هنسمي مثلا A1 A2 A3 وهكذا. ده بيختلف على ايه؟ اللي هي التعريفات. مثلا زيرو ممكن مثلا هنقسمها A1 A2 وهكذا، بحيث ان يبقى في تنظيم للشغل. ففي كل مشروع بنبقى متفقين كشركه شغاله في المشروع او عدد من الشركات انهي مصطلح اللي هنشتغل بيه، او المرحله البري ديزاين دي مثلا تبقى ايه ولا 1 ولا ايه، بحيث ما يحصلش اختلاف. زي ما انت شايف في اختلافات بسيطه، تمام، بترجع الى الدوله اللي عامله سيستم معين باختصارات معينه، تمام، بيتسهل على نفسنا الشغل. فده البلان فورك، وده مفروض ان بيبقى موجود للمشروع، او ممكن حتى هو يشاور يقول لك احنا هنستخدم الار اي بي بتاع اليو كي بنفس الاختصارات بتاعته، تمام، او هنستخدم مثلا بتاع الاي اي اي، او هنستخدم زي ما تحب. ممكن يكون مشروع في اسبانيا او في روسيا وهكذا.